Masha'Allahou net. Appel et prédication islamique via web. Nous sommes à 100% disponibles à tout instant à partir de votre smartphone. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les 90 42 19 97. Email servicecom@masha'Allahou.net. Vous ne manquerez pas les actualités islamiques et d'autres enseignements. الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن فإنها المنجاة من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حديثنا اليوم يدور حول كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن مثل هذه الحقائق عسى أن نستيقظ عسى أن نستيقظ من غفلتنا ونعود إلى رشدنا أيها المؤمنون هل تعلمون هذه الحقيقة التالية وهي من الأمور الغيبيات الذي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم عن طريق وحي من الله تعالى بأنه ما من جماد وما من شجر وما من مدر وما من حيوان إلا وينفر من أهل المعاصي إلا وينفر من أهل المعاصي من بني آدم ويوجدهم وهذا أمر عجيب ولكننا لا نعلم ولا نشعر قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيا أيها العبد الذي استرسل في معصية الله وتهاون في طاعة الله اعلم بأن المسخر لك من عالم الجماد والنبات والحيوان ينفر منك ويبغضك ويبغضك لله عز وجل لأنك عاصي بل يتمنى موتك فإذا مات العبد الفاجر استراحت منه هذه الكائنات عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب استحضر نفسك وضع نفسك في هذا الميزان هل أنت مستريح أو مستراح منه إذا كنت مستريحا فإن الجميع سيبكي عليك وإن كنت مستراحا منه
فإن للجميع سيطرح بموته. الموت بالنسبة للإنسان المؤمن رحمة. ضع نفسك في هذا الميزان. أنت مؤمن بفضل الله عز وجل، ولكن هل عملك عمل الأبرار أم عمل الفجار؟ العبد المؤمن إذا مات بقى عليه موضعان، موضع في الأرض أي الموضع الذي كان يحدث فيه طاعة لله عز وجل، وثانيا موضع في السماء أي المكان الذي يفعل فيه عمله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عبد المؤمن على عبد المؤمن يبتليه من نصب الدنيا وعداها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يبتليه منه العباد والبلاد والشجر والدواء. تساءل فيما بينك وبين نفسك، تساءل فيما بينك وبين نفسك، بموتك تكون مستريحا او مستراحا منك؟ اذا كنت مستريحا انقلبت الى قبر هو روضة من رياض الجنة، واما اذا كان العبد مستراحا منه فانه ينقلب انقلب الى قبر هو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. انها يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، هل تعرف هذه الحقيقة بأن الشجر والدواب يتعظون من معصية ابن آدم ويفرحون بطاعة ابن آدم واستقامته، بل يصلون عليه ويستغفرون له ويدعون الله عز وجل له. العبي أمام تباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى نملة في جمرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. أتعلم أن تعلم الناس الخير أم أن تعلمه الشر؟ أتدعو إلى الفضيلة أم تدعو إلى الرذيلة؟ ما أثرك في المجتمع؟ أثر صالح أم سيء؟ انظر ماذا تعلم الناس، وانظر الى اثرك من خلال شخصيتك. اما الذي يعلم الناس الخير فالله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمل في جمرنا يدعون له على الخير. الا تريد ان يصلي عليك الله واهل السماوات والارض حتى هذه النملة ضعيفة تصلي وتستغفر وتدعو لك عندما تعلم الناس الخير؟ لأن المعلم الناس الخير يجعل من المجتمع مجتمعا متعلما مع الموجودات كلها. ترى صاحب الخير منسجما مع علم السماء والأرض والجمال والنبات. أيها الإخوة الكرام، اعلموا بأن الجمادات تستري من العبد المتفاجئ، وأن الجمادات والنبات والحيوانات تصلي على معلم ذات الخير. فكن داعيا إلى الله، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولنتوب إلى الله عز وجل يا عباد الله، ولنقضي إلى كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنستيقظ من غفلتنا، ولنعلم بأن الجمادات تقوم بوظيفة العمودية لله، ونعلم إحالة الغفلة عن عز وجل. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. Et il est là d'un coup dans le lit.
عند محمد صلى الله عليه وسلم إدارة وقت في كذا الصغير ما هو اللي ردا اتلوا علينا اتلوا ده Ba yurga
Kemasuku selingatin tu kita nyana komulata embang sesi
هل أنت مستريح أو مستريح نيو نيجي وين أن ينسي نيبازي يا بيبز رنيجي أنت بسبان إرادة 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 بان ما تسي نيجي كفيني كلا كده يلي بسيرو فيني صدا آي دادما دادما دادا to dada ma tabla do ma tabla janin sun tode madan ta fazo mu dun roze yan bana yan ban gili doni ngili ba war ngane amma yon luwa be yan bana yi dada ma yoda kabla yan yayi ko bor ko bani yan li no no ko matar da abu da kai sun yi to ko kun ko nyoyi ga mu ma da ko bani dada ma yoda kabla in ka yana ra sai an da bisu ga yana ra wan san ya bakin ga kitabe dunya da ba da sam bital la ñana bur sojo so ñege ci bari wala ram da tawra e ka yele ram na ja ba mu ci ande ko fam ba so bale wala hadith na kirda wa zulu chele ki yakala la ra ya wa zulu chele yum na e chele so de yum na e se so ni yum chenden dara yum we ni sweni de mu da do yo toge e na don na be ka ti da do yo toge e de ka mara bo du do yo toge e se ba war na pata no ya ba bi fe e so ni ble de yum den da lu de fe e de ku no alu de ki ama cha korona ble na an de bi ta so nyo ki da be nu dan ku so azu ke na contraire de nyanya ben bi jam bi nyanya tan ni do ni e so ro poli e de ko jamani hari do mazuna siyana soro ko deyum malwan ni mumini awa zala ko azala ko adana lo wo wi ko roze agana do dorana so do yo mas benada awren de malako won sinya ta tan wajala bo gonyo badene ne sinyona adana la an wi ni roze duniya ta che di dar ko ndawai na de ko la jura dinga wi duniya ta ande ke lele nyal lan so bo tane di dar din din wi ama sata wole e rawo bi di wi di wi ci so da yon ci feri re wada wada morozi dan do ko ne la su jira ko e ba la morozi su jira kala ma du so ro ko ne na di dar din din wi al khawar ne la nyam ci yalla adamu awi nyam be wi bi nga rasulullah be rafi mo bi ila awwal bila aru so da yon ci feri wa zo ga wa ze di dar din din wi ro bi yo da da ba din wi na wagade njadiri ngeliya bala be daga kunyo ne daga njadiri sojo ngeliya bala de tara ci lende ci sama daliban bananya de makfe na bal sojena be jam be sambala de rodo du wi ci ci ngel de makfe na wa ko so de yom kelma yoni so ro kwale ene de de kunyo ne biya ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi zaati rabbina lak do doxé da dou soro ko dal babu ciari ñoomal wonné so walé ko jowo ci dal naar na way jëlé man wonné wa galé yeen diib na kër da gay ta baaxé ko réyadu ak ci da ciar ñu doxé ci ciar fu rek la ci ba ci dina yéla ñama ra ma won ba soobé yéla bi baara la ñu bariya e gëna ko nandu won zulu ñu da sim tonzo no amara benni ne kala ga rasulu be rabale wo be la yarmir al ibad aw usala sif iras ne bazon da nyu de be kaba won bo bo won bo won mo le era jam ba dine namu wallahi tuma tala dan de bola nan da na alfa na re ko matre se se dan de bola nan da ranu dozu se ga bola nan da wamba ba dina surbal bo wumru badra bar bona wamba bala ba dala na do bo dala bal bo ba sunga bani na du ya da top nana na kar ba yel bal bo ba bal ko fa bana ba da ba da ba la ga umu to bon na so era o ba sunga bo la ko ju ro da ban ma ti surbe to da da ba so ne za ku yoma ni wora na kar na ro nga zida ro bo ko nga za pa le na kare da 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 na rubin bi da ka da ni palme da che bayanar bin boban bin ceni ngara no dozo fasne
Masha Allah.